التقى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في العاصمة الباكستانية اسلام اباد مع معالي الدكتور نايف بن فلاح الحجرف الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. نعم جاء ذلك على هامش الاجتماع الوزاري لوزراء خارجية الدول الاعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي. جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز مسيرة التعاون الخليجية المشترك والجهود التي تبذلها الامانة العامة لتنفيذ قرارات المجلس الاعلى لمجلس التعاون والمجلس الوزاري والهدفه الى دفع مسيره العمل المشترك نحو اهدافها الساميه وتوطيد علاقات التعاون بين مجلس التعاون والدول والتكتلات العالميه